اكيد النهارده في مفاتيح لعب في النادي الاهلي، واكيد في مفاتيح في لعب في نادي الزمالك. النادي الاهلي النهارده بيقوده كابتن اسلام حسن صانع العاب النادي الاهلي، والناحيه الثانيه بيقودهم كابتن احمد الاحمر برضو كابتن نادي الزمالك. اكيد النهارده في شغل كبير هيحصل، بمعنى الاثنين مديرين فنيين النهارده عليهم عامل مهم جدا، شوط اولاني لعيبه، شوط تاني مدربين. كابتن طارق محروس واوليفر روي النهارده هيعصروا كل خبراتهم في حياتهم علشان يطلعوا المباراه لمكسب ان شاء الله نتمناها اهلاويه. كابتن طارق محروس دارس نادي الزمالك كويس، واتكلمت معاه برضه وقال لي ان هو درس اموره كويس وان شاء الله باذن الله يعدي بالمباراه كلنا نتمناها اهلاويه. النادي الاهلي دعم صفوفه بمحترف انخل هيرنانديز، ده مهم جدا، لاعب الكويتي. اللاعب ده حكايته بدا في نادي بورتو البرتغالي وانتقل الى نادي عبد الحليم القطري ثم الى نادي الكويت الكويتي. النادي الاهلي جابه من الكويت الكويتي عشان يدعم صفوفه، ليه؟ لان كان المفروض ان هو كان يشتغل مع محسن رمضان وكمان كاستيلو، لكن هو بيلعب في الباك رايت، لكن كمان اصابه محسن رمضان كان شيء يعني زي ما نقول البطولات لازم في لعيب بتطوع مننا، لكن لما وقع كمان في الباك رايت وجوده مهم جدا. خلينا نشوف تقرير عن انخيل هيرنانديز وترجعوا لنا مره ثانيه. في إطار سعي إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف فريق اليد قبل لقاء الليلة أمام الزمالك في مباراة نهائي السوبر الإفريقي، تم التعاقد مع النجم الكوبي أنخيل هيرنانديز، ونجح الأهلي في الحصول على خدمات أنخيل كوبي لاعب الكويت الكويتي على سبيل الإعارة في هذه المباراة فقط من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر في اللقاء المرتقب أمام الزمالك، وذلك لتعويض عدد من الغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق، حيث يغيب محسن رمضان وسيسا للإصابة. اللاعب الحاصل على الجنسية القطرية وصل مطار القاهرة مساء يوم الثلاثاء الماضي وشارك في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الليلة، حيث يعول عليه الجهاز رفقة بقية نجوم الفريق لحصد اللقب المؤهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية. ويمتلك أنخيل هيرنانديز خبرات كبيرة في مباريات شبيهة بتلك المنتظر إقامتها الليلة، حيث سبق وأن شارك في جميع الدقائق الممكنة بنهائي بطولة آسيا مع الدحيل القطري دون الحصول على أي راحة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف كاملة من أصل 27 هدفا سجلها الفريق في المباراة. وسيدخل الأهلي اللقاء بالثنائي المحترف المكون من هيرنانديز رفقة النجم التونسي أسامة الجزيري لاعب الأهلي، والذي ساهم في حصد المارد الأحمر لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية الأخيرة بجانب كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق من العام الجاري.